هذا هو لو شونتي ديال اليسر ديالنا، هو لو شونتي ديال بناء باركينغ تحت ارضي مكون من طابقين بسعه 400 سياره حدا ساحه الهديم وزيل العابدين. بالضبط ساحه الهديم يوم الجمعه 1 نوفمبر 2024 باب منصور. يتوحشنا نشوفوا الباب الحقيقية، انتظار انها توجد. نحييكم من حدا متحف مكناس من عقبة دار السمن. هذه هي الاسم الرسمي والتاريخي، عقبة دار السمن. عقبة دار السمن كتسالى هذا الجامع ديال لاشافية، هذاك البرج اللي بيان سور ما تيبانش هنايا لان كاين بهاد البنايات هادي. وين نهضروا على واش نتوما مع او ضد الفكره ديال ان يتعودوا هاد الناس هادو اللي علمن ويتم يعني الازاله ديال هاد البنايات اللي كاينه حدا السور. واش نتوما مع او ضد هاد الفكره هادي، هاد المقترح؟ اكيد مع تعويضهم باش يبان هاد البرج هذا ويبان السور والطريق مزيان والتسع والتروطواري واللي عريض. اكيد ان هذا المشروع هذا كان مطروحا في السابق وراه لازال الامر يعني في المجهور هذه المكاتب. اليوم هو اليوم اللي تم فيه تصويت على الرئيس الجديد ديال مجلس جامعة مكناس خلفا للرئيس المستقل المقال. التكوين ديال هذا المجلس هذا ما نقدروا نحكموا عليه حتى نشوفوه بدا يشتغل فعليا. الناس راه ما تيهمهمش الاسماء ديال الناس المترشحين ولا الناس اللي صوتوا عليهم، اكثر ما تهمهم شنو غادي يتحقق في ارض الواقع. واش غيتحل المشكل ديال الاناره بشكل جذري؟ واش غادي نشوفوا نقل حضاري متقدم تتماشى مع ما يوجد في المدن الاخرى؟ واش غادي نشوفوا انطلاقه قريبه ديال محطه طرقيه؟ اشغال ديال المشروع اشغال بناء محطه طرقيه من الجيل الجديد. واش غادي نشوفوا العمليه ديال تاهيل ديال المساحات الخضراء اللي كاينه بعدا خاصها تتاهل تكون فيها الحراسة مع ضرورة التوعية باش الناس يحافظوا لنا؟ ما يمكنش أي بلاصة نحطوا فيها عساس، خصنا الناس يكون شوية عندهم فكر ديال الحفاظ على الملك العام. واش غادي نشوفوا هاد القضية ديال التأهيل ديال الإنارة بدعم من وزارة الداخلية كما ينجز ولا كما أنجز في واحد العدد من المدن باش ولاو مدن ضاوية إنارة فيها في المستوى؟ واش غادي نشوفو إطلاق رسمي ديال التهيئة الحضرية ديال ما تبقى من الشوارع مع ضرورة أنهم ما نقتصروش فقط على الشوارع، ندخلوا
اللحومات الناقصه التجهيز، شوفوا شي اتفاقيه مع وزاره التعمير، تعمير الاسكان وسياسه المدينه، باش ما يبقاوش عندنا احياء 2024 2025 اللي هما كرفسين وبلادو. واش غادي نشوفوا ان شاء الله تعالى مساحات خضراء تتسقى من محطات معالجه المياه اللي غادي تشرف عليها لا راديم، واللي صدقت عليها في المجلس ديال الحكومه في قانون الماليه. مستشفى التخصصات راه بدات تتبان المعالم ديالو، راه بداو تيبانو البنايات الداخليه ديالو. نتمنى ان شاء الله تعالى القريب العاجل اننا نشوف البنايات ديالو تسرعات فيها الاشغال. هذه كلها اوراش مرتبطه بجماعه مكناس وتوجد فوق تراب مكناس. ما ننساوش المشروع ديال الملعب الكبير لمدينة مكناس، وما ننساوش تسريع ديال المشروع، ديال إطلاق ديال المشروع، يعني البداية الأشغال ديال المشروع ديال محطة القطار. وأيضا المشروع المرتبط بسوق الخضر والفواكه، النقل ديالو من المكان الحالي، هانتوما كتشوفوا هاد الكاميون اللي غادي قدامنا راه داخل الشونتي ديال مستشفى التخصصات. هنا تيدخلوا الاليات باش كيهزوا الاتربه، وكاينه خرجه من الشارع راه فاش تسنا بانولنا الاعمده، يعني راه دوزوا لي فونداسيون ولا لا كاف، دابا طالعين المستوى الاعلى. حنا غاديين دابا متوجهين حدا الملعب الشرفي باش نشوفوا المحيط ديالو فين وصلوا فيه. لابد اننا نهضروا على الدور والضغط اللي خص يديروه النخب باش يدكروشيو المشروع ديال الملعب الكبير لمدينه مكناس، لان الملعب الشرفي تبقى هو المعقل ديال النادي المكناسي، ولكن ما لم يعد كافيا للجماهير المكناسيه والمغربيه اللي لما لا بغينا نشوفوا ملعب كبير يقدر المغرب يستضيف فيه منتخبات وطنيه، خصوصا المنتخب الاول. مازال الاشغال هنايا في الجنبات هما خدامين ديال الملعب، راه عاطينا لاطاك هنا الداخل دابا بالعين المجرده راه تيبان داكشي. غندوزو حدا هنايا، راه ضروره تقف هادي خصو واحد يماركيها. ما تندوزو هنايا راه تنهضرو على هاد القضية ديال الإنارة اللي خصها تصاو. إذا المحيط ديال الملعب الشرفي راه تيعرف أشغال، هانتوما كتشوفو السلعة التراب حاطينو هنايا، هذا التراب اللي كان في الأرصفة، البيبان رقموهم، الكاميرات المراقبة ركبو، راه تبارك الله لي كاميرات سيرفيونس راه هما دارو منهم عرام، دارو منهم بزاف. هنايا دابا راه هما تيبدلو كاع الامور اللي متعلقه، الله يسهل الامور، كاع الامور اللي متعلقه بهذا الرصيف هذا غادي يتجدد، كرياج تصبغ، لي كاميرات سيرفيونس ركبو،